تكملة على الفيديو السابق، مثل ما قلت إنه هو عندي هني ال attendance مثل ما أنتم شايفين هني، اللي هو الهوست الموجود، اللي هو أنا، اللي هو المستضيف للميتينج. هني اللي هو المايك والكاميرا، وهني اللي هو in the waiting room، يعني أشخاص اللي أنا ضايفتهم راح يكونون موجودين هني. بس أول ما يبلش الميتينج أو الإيفنت على طول ينضافون، راح ينبعث له مسج إن الميتينج أو الإيفنت صار فيه، يعني إنه يعني بدأ يعني، فراح يطلع لهم. أما بالنسبة للفوق اللي هو مثل ما قلت لكم هني، اللي هو الإضافة إذا بضيف أي شخص، وهني اللي هو السيتنج الخاص بالميتينج مالي. بمعنى شنو؟ يعني إذا أنا أبي enable for attendees، إذا أبي أطلع الأتندس ممكن on off على حسب. وهني new attendance notification، يعني إذا شخص تو داش الميتينج أو الإيفنت يطلع لي إشعار إنه تم دخول الشخص هذا، أقدر إني أفعل هذه الخاصية وبشذي راح يطلع لي. هني أقدر أسوي ميوت all، يعني إذا عندي أكثر من شخص وأبي يعني أسوي ميوت حقهم، يعني إنه ما أبيهم يتكلمون، أقدر أضغط على ميوت all وبشذي هما راح يعني يصير ميوت حقهم، ما راح يقدرون يتكلمون أو يقولون أي شيء. بالنسبة حق clear all statuses، يعني إذا أنا بمسح الأشخاص اللي موجودين عندي أقدر أضغط على هذا. هذا بالنسبة حق الأتندنس. عندي هني اللي هو section الشات، إذا أنا مثلا نص الأفنت أبي أدز شغلة أقدر أني أدز، وراح يطلع عند الشخص الأشخاص اللي عندي مثلا hello راح يطلع لهم، وأقدر أني أختار مثلا أي شيء تبونه، مثلا يعني اللي هو هذول الإيميلز أقدر أني أختار وأدز كذي. أنا سنت سيت أقدر أني أيضا أقدر أني أدز فايل، أسوي أتاج حق فايل مثل ما أنتم شايفين عندي الإيميلز. أقدر أختار إيميلز، برزنتيشن، فيديو، أوديو، وأدر أي شيء حابين تبون يعني تدزونه حق أشخاص عن طريق الشات تقدرون تدزونه. على سبيل المثال هذا اللي سويت فيه برزنتيشن قبل شوي أقدر إني أختاره، أضغط على أد وراح يندز. هذا هو كاندز، يعني كل شيء راح يتم عن طريق الشات. إنزين، الحين إذا أنا حابة إني أسوي ستارت حق ال شو اسمه حق ال إيفنت اللي أنا مسويته، مجرد ما أضغط على الخضرة هذه ما أضغط عليها يصير إن the event will start in هالدقائق، يعني خلاص راح يبلش ال event، خلاص بلش ال event عندي، وراح يتم دعوة كل أشخاص اللي أنا ضفتهم. شوفوا موجودين، شوف الشخص هذا موجود، فراح يصير عندي إنه انضافوا. كذي أنا الحين أشخاص عندي انضافوا، وأشخاص يقدرون أيضا إنه يتفاعلون بالتشات. شوفوا هلو دز، أقدر أسوي بن يعني أعلق الرسالة، وأقدر أني أشيلها أيضا. هذا بالنسبة حق الرسالة، وأقدر أني أسوي ريبلاي، وأقدر أني أسوي كوبي. هذا بالنسبة حق الأشخاص اللي موجودين عندي بالتشات، يقدرون أيضا يدزون لي أمجز مثل ما أنتم شايفين، يعني يكون في تفاعل بالشات. هني عندي الفايلات اللي أنا دزيتها كلها موجودة هني، أقدر أني أرسلها أحفظها وأحذفها، وعندي الأمجز وعندي كل شيء يتم بالشات راح ينحفظ هني. هذا البابليك، هذا الشات البابليك. طبعا مثل ما أنتم شايفين هذا هو تبلش عندي اللي هو الإيفنتس، بلش عندي دعوة الأشخاص الموجودين. مثل ما انتم شايفين مثلا لو عندي هذا الشخص اوكي وضغطت على ثلاث نقاط هني راح يطلع لي اللي هو الانفورميشن او المعلومات الخاصه بهذا الشخص. راح يطلع لي الايميل، راح يطلع لي ان اقدر اني اخليه يعني بريزنتر، ممكن اني اخليه بريزنتر، اني اخليه هو هو يعني يشتغل، هو اللي يتواصل، هو يعني هو بريزنتر. ممكن اني اشيله، أقدر أني أسوي له يعني أشيل الميوت منه، يعني يعني بطل الميوت منه عشان يتكلم.
كذي أنا سكيت المايك، أقدر أبطل الكاميرا، أقدر أسكر الكاميرا، وعندي برايفت شات، ما أضغط على برايفت شات هني، برايفت شات مو البابليك. البرايفت شات الخاص بالشخصين هذول، يعني مو البابليك، عندي بابليك خاص بالأشخاص كلها، أوكي، بس البرايفت شات لا، خاص حق الشخص هذا المعين. مثلا إذا أنا حابة أدز مثلا رسالة حق الشخص هذا، مثلا هاي أوكي، راح تندز له خاص حقه، مو شو اسمه، مو بابليك، برايفت، كذي راح يندز له ويتم الرد مثل ما أنتم شايفين. إنزين نروح حق اللي هو الخاصية الثانية، سكرين شيرينج. أقدر إني أخلي يسوي سكرين شيرينج، وأقدر أخلي يسوي سكرين كنترول، بيتحكم بالسكرين، يدز فيديو ويدز كل شيء. هني إذا أنا بسوي بلوك حق اليوزر، مثلاً الشخص هذا ما أبي يكون معي بالميتينج أو الإيفنت، أقدر أسوي بلوك وخلاص يروح. وهني أقدر إني أسوي ريلوجن يوزر، وأقدر إني أطلعه همّن. وعندي هني بياناته اللي هو وين ساكن، كل الأمور الخاصة في اللوكيشن راح يطلع لي. هذه البيانات الخاصة والديتيلز للشخص اللي أنا ضايفته في الميتينج. طبعا هني يطلع لي أتند إنه هو حاضر زي ما أنتم شايفين. هذا هو بالنسبة حق الأشخاص الموجودين عندي. لو نضغط على الشات، عندي اللي هو الشات سيتنج. زين الشات سيتنج عندي اللي هو هم نفس الشيء، إذا أبي بطل الأتندنس أو اللي هو المودريشن والهستوري الموجود عندي، أقدر أني أسوي الإكسبورت، وأقدر أني أمسح الشات، وأقدر أني أسوي إكسبورت حق الكويستشن والأنسر هستوري وكل هالأمور. وعندي النوتيفيكيشن أقدر أبطلها، أقدر أسكر النوتيفيكيشن، كل هالأمور أقدر أتحكم فيها عن طريق الخاصية المتعلقة بالشات، فقط بالشات. هذا هي بالنسبة حق اللي هو الشات، تكلمنا عن الأتندنس. نروح اللي فوق، طبعا الإيفنت بورد. هني مثل ما قلت هو المعلومات الفول سكرين، هني إذا خليتها فول سكرين مثل ما أنتم شايفين صار فول سكرين، أوكي؟ أقدر أسوي له يعني أصغر السكرين. هني عندي اللغة روم لانجويج، أقدر أختار من اللغات. عندي هني اللايوت فيو اللي هو الديزاين ماله شلون أبي يكون. زين أقدر أسوي اللي هو الأون والأوف. وهني إذا أنا ببلش ريكوردينج، إذا بسوي ريكورد حق الميتينج، أضغط عليها وبشذي هو قاعد يسجل الريكورد. وهني هي طريقة الريكورد شلون أبي، هل أبي كذي كذي كذي، على حسب. شوف الساعة يعني قاعد يحسب، فقاعد يصير ريكوردينج في الميتينج. هني إذا بسكر الروم، أقدر إني أسكرها وأخليها برايفت، أقدر إني أشيل ويعني أخليه بابليك، يعني على حسب الشخص شنو يبي. هذا بالنسبة حق الميتينج والأمور الخاصة في الميتينج. طبعا قبل شوي تكلمنا عن اللي هو مو البول، ما البول طبعا كله ألو. إذا أنا حابة أسوي شير وشير، راح يطلع عند الشخص كل الأمور متعلقة بالشير. هذا هي السكرين، سكرين شيرينج، هذا اليوتيوب إذا أريد شغلة. عندي اللي هني السيرفي اللي هو البول، حطيته قبل شوي، أقدر أختاره وأدزه، والشخص يقدر يصوت، يقدر الشخص إنه يصوت. مثلا لو اختار شوفوا هني الشخص اللي موجود معي بالميتينج صوت، فهني طلع لي ان الشخص واحد من واحد من الاشخاص موجودين بالميتينج فهو صوت، فالفوتد شنو اللي هو التصويت ماله، فراح يصير انه اختار يس. واذا الشخص ثالث اختار نو، راح يطلع لي يس ويختار نو. فهني اسوي انه اند فوتينج، خلاص ان انا وقفت. زين شوف الريزولتس، هني يطلع لي انه راح يعني راح يطلع لهم عند الاشخاص انه الريزولتس ماله. فهني أسكر stop sharing result وخاص يتسكر عندهم result وما راح يشوفونه. هذا بالنسبة حق الميتينج. أقدر أيضا أخلي هني المالي
الفيديو هذا كله، وهذه السيتنج مال الميتنج مالي اللي هو اليوز مايكروفون والفويس والفويس والفيديو سيتنج والكاميرا، وهذه كل من هالامور. واقدر اسوي عن طريق تو مودز اللي هي يا جالري ريفيو او سبيكر ريفيو، يعني على حسب الشخص شنو يختار وشون طريقته. هذا بالنسبة إلى الأمور المتعلقة بالميتينج. إنزين، أنا الحين خلاص شرحت وسويت فوتينج وسويت بريزنتيشن، سويت كتبت الوايت بورد، سويت ريكوردينج وسويت تصويت وفيديو، كل الأمور. إنزين، أبي أوقف الريكوردينج. لما أسكر ريكوردينج اللي هو التسجيل، راح أسكره من هنا. فلما أسكره راح يتسجل اوتوماتيكلي، راح يتسجل. فلما يندز راح يندز عند الاشخاص بالشات، فيقول لي ان ذا ريكوردينج هاز ستوبت، خلاص وقف الريكوردينج. اوكي، هذا هو الريكوردينج، انه خلاص وقف. فهذا بالنسبه للي هو الريكوردينج اللي انا سويته. بالنسبه حق اللي هو اذا انا حاطه اني اوقف الميتنج، خلاص انا خلصت ميتنج ناو الحين يعني، فابي اوقف، شنو اسوي؟ راح اضغط على ال end event، فهني يقول لي do you wish to end event، يعني تو تسكرون الايفنت ولا لا. يقولنا event for all، يا ان leave event انا كبرزنتر ابي اطلع من الايفنت، اقدر اضغط على هذا، او اني ابي الكل يطلع من الميتنج او الايفنت، اضغط على end event for all، كذي راح يطلعهم من الايفنت. راح يطلع لي هالشاشة اللي هو thank you for sharing for hosting the English events، انه يطلع لي انه شكرا لك لهذا الايفنت. وهذه الطريقة انا خلصت الايفنت وسويته، والرد حق اللي هو هذا هو الصفحة الرئيسية عندي، التايم لاين للايفنت. فراح يطلع لي هني عقب ما خلصه يقول انه تم، يعني هذا انه خلاص تم الايفنت هذا سويته. فيطلع لي انه كم الاتندنس، اتندنس حضروا لي واحد. انزين attendance during the events، حط لي هني الاشخاص. وعندي اقدر اسوي البي دي اف ريبورت، اذا ضغطت عليه راح يطلع لي بي دي اف ريبورت، يعني تقرير عن الايفنت هذا، شنو كان فيه، شنو مميزاته، شنو صار فيه، كل الامور المتعلقه بالايفنت راح يسوي لي مثل بي دي اف، واقدر اني امسحها ودوبلكيت كل من هالامور. طبعا هني راح يقول توب 3 كونتريز اللي موجودين عندي بالايفنت كانوا من اي دوله، راح يطلع لي اللي هي من الكويت، فيطلع لي ان هي من الكويت. وايضا ديفايس وهالامور. وهني اقدر اني اسوي اللي هي الفيو ستاتستكس اللي هي الاستبيانه، مو استبيانات، نفس يعني نفس تقرير عن الامور اللي صارت في الايفنت، مثل اللي هي الروم نيم، البريزنتر، الديوريشن، number of attendance، كم شخص موجود، مدة الـ duration كم مدته، فحاطي لي presentation duration، حاطي لي الموجودين بالروم موجودين يعني واحد، وهذا يعني كل الأمور متعلقة، يعني يعطيني مثل report كامل مفصل عن هذا الإيفنت، يعني number of attendance، countries with device، وكل هالأمور. بشذي أنا تميت اللي هو طلعت لي الايفنت سامري تلخيصها، وعندي اللي هي الاتندنس سامري، يعني من الاشخاص اللي دشوا، من هو الهوست، من هي من هم الفيزيتر، ساعه كم بدينا، ساعه كم خلصنا، يعني كله 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 موجود هنا. اقدر اسوي اللي هي الفيو ديتيلز، يطلع لي كذي، واللوكيشن والايفنت ريتنج، كل الامور موجوده عندي في في هذه الصفحة. نقدر نرد هذه الإحصائيات، الرد حق هذه الصفحة الرئيسية، وهذه هي الإحصائية، ومثل ما قلت لكم هذه كل الأمور متعلقة فيها، ويطلع لي هذا الستاتكس الخاص بالإيفنتس. وهذا هو برنامج كليك ميتينج، برنامج حلو سهل ويعني جدا جدا جميل.